أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين تحرص دوما على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وبما يحفظ مصالحهما المشتركة على مختلف المستويات. ونوه سموه حفظه الله لدى لقائه بقصر رفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة مع سعادة السيد ويليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة وبجهودها في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير الأمريكي الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.